الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر، وأوصافها يعجز العقل عن إدراكه، كما جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا، فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة لا يساوي شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ودخول الجنة والنجاة من النار هو الفلاح العظيم وهو الفوز الكبير. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وتكتمل سعادة المؤمنين عندما يساقون معززين مكرمين زمرا إلى جنات النعيم. قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم وطابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم، فأصبحت نفوسكم زاكية وقلوبكم طاهرة، فبذلك استحققتم الجنات. والجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون. قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال: ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.